اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده المطبخ المصري. والمطبخ المصري والست المصريه لما تعمل اكله لها التراث المصري ولها الجذور المصريه لا بقى لها طعم تاني، وخاصه لو كان طاجن باميه باللحمه الضاني. بنقف عنده حاجات كتيره قوي على فكره. لحمه الضاني يعني دسمه، والبامية تدوب مع اللحمة الضاني مع بصلة مع تومة، ويا سلام لو جودت شوية وجبنا الكزبرة الخضراء مع تومة حلوة كده ضفناهم وقت التقديم. لازم البامية تكون طازة، معانا بامية طازة متقمعة وجاهزة وزي الفل من خير أرضنا. حلاوة الأكل ده طبعا طاجن أو شوية رز بالشعرية، دول معانا يعني يا إما رز أبيض، أنا شخصيا بحبها مع رز بالشعرية أو رز أبيض، ده موجود معانا وإحنا عملناه قبل كده. هنقدم معاها سلطة البطاطس جميلة بالفلفل، الأولاد بيحبوها، مش كل يوم بطاطس مقلية. معانا البطاطس سلقناها بالقشرة وهنشوف نقدمها ازاي بطعم مختلف النهاردة وبطعم تاني. وكمان الحلو النهاردة صينية بسبوسة بجوز الهند. كلنا عارفين البسبوسة مدرسة وبتختلف من بلد لبلد ومن مطعم لمطعم أو من محل لمحل. إضافة جوز الهند، إضافة المكسرات، أنا هعملها بجوز الهند النهاردة ونشربها الشربات بتاعها. وقال البسبوسة تشرب شربات بارد ولا سخن؟ الإجابة على السؤال ده في تفاصيل الحلقة إن شاء الله بعد ما ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير. مش عايز أطول حضراتكم لأن عندي معلومة غير معلومة، والأكل النهاردة مصري يعني بساطة سهولة مرونة بنشوفها كل يوم مع أكلات لطيفة وبسيطة. أوعى تروحوا بعيد، تابعوا لي. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك أبو الشيف، دايما بيسألوني قبل ما مبدأ الحلقة هتعمل ايه الاول يا شيف؟ طبيعي طاجن بامية باللحمة الضاني، يعني معانا حتة لحمة حلوة لازم تستوي الاول علشان نعرفها على بامية طازة. مقاديرها على الشاشة. طاجن البامية، بامية طازة او مجمدة مفيش مشكلة، بس شوف تاريخ الصلاحية ولازم تكون خضرة من داخل الكيس. معانا لحم ضاني وكمان توم، معجون طماطم وطماطم مضروبة في الخلاط، وبصله ناعمه، مكعب من الزبده، كزبره خضراء، بهاراتنا ملح وفلفل وكزبره ناشفه. هي دي المقادير. وللتقديم طبعا اساسي شويه رز بالشعريه. انا شخصيا احب الشعريه اكتر من رز، في قلب الرز. ليه؟ الشعريه بيبقى طعمها حلو. في ناس تحب الرز اكتر من الشعريه، في ناس تحب الرز اللي هو حبه وحبه، يعني تبقى حبه شويه رز متحمرين بني ويتحط عليهم رز ابيض، برضو ده ممكن نقدمه مع طاجن الباميه. اول حاجه طبعا اللحمه بتاعتنا الجميله الحلوه دي كده عايزه تستوي بسرعه، فانك هقول لك على طريقه دلوقتي تسهل عليك عمليه التسويه بتاعت اللحمه. حلو الكلام، حلو من غير اي بهارات خالص. بتخدم معلقه زيت صغيره كده وتحطها في قلب الحله كده شديده الحراره، وما تكتريش الزيت كتير، وناخد حته اللحمه نعمل لها صدمه ناريه من غير اي توابل، كاننا بنشويها من غير اي حاجه خالص. ايه اللي بيحصل هنا؟ الصدمه دي بتساعد على تسويه اللحمه سريعا بدون اضافه اي توابل. لازم اسمع صوتها كده وهي في قلب الحله بالشكل ده كده. هو ده، هو ده، اللهم صل على النبي. نعم، ممكن لحم كندوز مش هتقول لا، بس هي الباميه بنت عم الضاني بيقولوا لي ممكن نعملها بلحم كندوز، وحضراتكم برضو ممكن تسالوا السؤال ده، ممكن مش هتقول لا، بس طبعا باللحمه الضاني احسن بكتير. زي الفل، اقلب حته اللحمه حلو كده مع بعض. شفت اتغير لونها ازاي؟ في حاله تحمير اللحم بحط البصله والتومه بتاعتي، بس بعد ما تاخد لون شويه. مفيش مشكله نعمل اكلات للمصيف، مفيش مشكله، ولكن نصيحه طبعا اكلات المصيف دايما بتكون ما بتتعرضش لدرجه الحراره او الجو اللي احنا فيه، يعني بلاش مثلا القشطه، بلاش المربى، الحاجات اللي ممكن احنا نسيبها بره فتره طويله. التفاح مثلا ينفع يتعمل فروت سلطات مع الفواكه اللطيفه، بلاش الموز لان الموز طبعا لما بيتعرض لدرجه الحراره بيسود كتير. كمان بالنسبه للسندوتشات بتاعه الاولاد بلاش انواع الجبن اللي ممكن تسيح في الشمس او كده، ناخد الجبن اللي بيبقى عمرها اطول شويه. الخضروات بتاعتنا عندك الخيار، الحاجات دي كلها، ولكن هنحدد يوم ان شاء الله نعمل فيه اكلات للمصيف علشان برضو اللي عايز لسه يروح يصيف. يعني المدارس هتبدا امتى يا شفيق؟
وعشر مهاني طبعا. الصراحه انا ما طلعتش مصيف بصراحه، مش فاضي يعني بصراحه. اللحمه كده بالشكل كده خدت لونها اهي زي الفل. فين البصله يا عم الشيف؟ ادي البصله. اللحمه استوت، بص عليها كده شايفين بالله عليك، شوف اللحمه خلاص هي الصدمه الناريه من غير اي توابل. تقول لك عشان يا سمران يسقيني بصله وتومه، اهو هننزل بالبصلايه الناعمه. حلو، وشويه توم حلوين. كل ده على اللحم، ونبدا برضو نقلبه تاني كده. الفكره ان انا شوحت اللحم من غير اي توابل خالص، والبصلايه بتاعتي في قلبيها. دي طريقه سهله بتساعد على تسويه اللحمه بسرعه، كانك بتشويها على جريلا. حلوه قوي. نبدا ننزل بيه يا عم الشيف. طيب مفيش حد ما بيحبش الباميه باللحمه الضاني بصراحه. شفتوا هنا اللحم خلاص اتحمر، بنزل بميه مغليه كده، يفضل يعني لسه ما حطيتش لغايه دلوقتي ملح ولا بهارات. انا بسوي اللحم في وقت قليل جدا. مدرسه تسويه اللحم بتقول ايه؟ تتغسل اللحم كويس وهي لسه هبره كبيره، او جبتها من عند الجزار متقطعه تغسلها بشويه ميه ساقعه كده عشان مكان اصابع الجزار، مكان البلانشه بتاعته، الحاجات اللي احنا عارفينها دي كده. وشوحتيها في معلقه زيت صغيره لغايه لما لونها يتغير وتاخد شكل الاحمرار. نزلنا عليها بالبصله والتومه، شوحناهم على النار ونسيب اللحمه تستوي كده عشان ناخد شويه شوربه حلوين. حلو الكلام؟ زي الفل يا عم الشيف. ممكن على فكره تعملي حاجه لطيفه احسن مني، اللي هي ايه؟ بعد ما بتستوي اللحمه كويس كده بتاخدي منها شويه شوربه وتعملي الرز بالشعريه. ده لو انت في البيت بقى ما عندكيش مخرج وما عندكيش مش مقيده بوقت. اللحمه دي بعد ما تسويها بتاخدي الشوربه بتاعتها وتاخدي منها شويه قبل ما بتنزلي فيها الطماطم، وقبل ما بتعملي الباميه بتاعتك بتعملي ايه؟ بتعملي الرز بالشعريه. كده اللحم جاهز بيغلي اهوت زي النار، على النار زي الفل. اسيب اللحم ده يستوي واحط لها شويه فلفل اسود دلوقتي، واستنى بالملح خالص دلوقتي. نصيحه مني بقى، الباميه ما تحبش بهارات كتير، بهاراتها كمون وكزبره وفلفل اسود بس، هم دول الاساسي. نغطيها حلو، وتعالوا مع بعض استاذه رحاب بعد اذنك نشوف مقادير صينيه البسبوسه بجوز الهند. انا غطيت اللحمه عشان تاخد وقتها في السوى وتاخد راحتها كده، على ما نشوف ايه قصه البسبوسه اللي هندخلها الفرن عشان تاخد وقتها في السوى. مقادير صينيه البسبوسه على الشاشه، مع تغيير البلانشه، مع تغيير الجلافز اللي احنا لابسينه، مع غسل المكان، تنظيف المكان عشان الحلويات ما تكرفش من الباميه باللحمه الضاني، ده الطبيعي. سكينه، معلقه، شوكه تبعديها خالص عن المكان. معانا سميد ناعم، سمنه بلدي 1 كوب، جوز الهند، وكمان بيكنج باودر وسكر، وما تنسيش طبعا الشربات عباره عن 2 كوب من السكر، 2 كوباية ميه، عصره ليمون، شويه فانيليا، وما ننساش كمان 1/2 كوب من الزبادي. تعالوا نعمل صينيه البسبوسه مع بعض بطريقه سهله وبسبوسه. والسؤال ده انا بجاوب عليه لان اتسالناه في خلال 15 يوم اكتر من 3 مرات. شيف مغازي البسبوسه بتنشف مني، شيف مغازي اشرب البسبوسه شربات بارد ولا سخن، شيف مغازي البسبوسه بتطلع معايا طريه، شيف مغازي البسبوسه لما نيجي نغرفها بتلاقيها تتكسر مع بعضيها، وهكذا من الاسئله. تعالوا نجاوب على الاسئله دي عملي دلوقتي مع بعض. هنعملها ازاي؟ بجيب بوله كبيره، اللهم صل على النبي. وهنا مع مخرجنا الجميل واساتذه المصورين فرسان التلفزيون المصري، معانا زبادي، معانا سكر، معانا سمن بلدي، معانا جوز الهند، والبيكنج باودر المحترم، والسميت الناعم اللي هو اساس الموضوع. اختيارك للسميت الناعم لازم طبعا اختيار جيد، بتشتريه وتشوفي طبعا تاريخ الصلاحيه، لان ممكن يكون وارد عند الراجل البقال مركون بقاله فتره طويله، فلازم تشوفيه كويس امان زي الفل بالشكل ده كده، وتجيب السميت الناعم اللي بالشكل ده كده. ده السميت الناعم. بنعمل ايه يا عم الشيف؟ بنقلب عليه البيكنج باودر. اول خطوه بيكنج باودر على السميت الناعم. ليه حطيت بيكنج باودر يا مغازي؟ البيكنج باودر مع الزبادي ماده متخمره بتساعد على هشاشه البسبوسه وطراوتها وتخليها ناشفه وما تخليهاش مكتومه. اجابه واضحه وصريحه.
واللي بنى مصر في الاصل حلواني مصري دمه خفيف. اه شايفه السميت الناعم مع البيكنج باودر قلبناهم مع بعض. اه خلصنا من الحدوته دي. حلو قوي. تمام نشوف اللي بعده. ناخد السمنه البلدي معانا واحد كوب، بناخد كوب الا ربع ونسيب شويه زي دول كده. عايزهم انا اقول لكم انا بعدين عايزهم ليه، اخليهم على جنب كده. اه ما تنسيش دول. ننزل بالسكر، ننزل بالزبادي، حلو قوي. نقلبهم مع بعض، شويه جوز الهند ونشيل دول كلهم مع بعض. حلو يا عم الشيف. ومعانا ميه فتره. يعني ايه فتره يا شيف؟ يعني ميه ما تكونش ساقعه قوي. ونقلب دول كده مع بعض. من الحنفيه عادي برضه عشان ما ناخدش الموضوع ايه نسخن ميه وبتاع. نقلب دول كده بالشكل ده كده. تاني زبادي، جوز الهند، سكر والسمنه البلدي بتاعتي، نوعيه كويسه جيده الصنع والانتاج وكل حاجه وتاريخ الصلاحيه، عشان السمنه هي لها دور مهم جدا في صينيه كنافه، في صينيه بسبوسه. بنحط شويه ميه صغيرين مع رشه ملح صغيره. ملح يا شيف. نقلب كده. وناخد السميت الناعم اللي انا مقلبه من شويه مع بيكنج باودر وانزل بيه كده. اللهم صل على النبي. ونقلب شوف الدنيا عامله معانا ايه. سهل الموضوع خالص. ليه تشتري صينيه بسبوسه بالشيء الفلاني؟ صينيه بسبوسه بالبندق ماشي، صينيه بسبوسه بعين الجمل ماشي، بسبوسه باللوز ماشي، مش هتقول لا. انا عملتها بجوز الهند النهارده، وفي بسبوسه ساده انا بعشقها بستطعم السميته كده لطيفه وحلوه. تعرفين السميت ده بيطلع من ايه؟ حد يقول لنا بقى. حاضر عينيا اهو. ننزل تاني بشويه اهو. طبيعي لما بتيجي تعملي بسبوسه احنا بنسيب الخليط ده زي ما هو كده، بعد ما بنقلبه كويس بكل المكونات وتغطيها على جنب وتسيبيها لمده يعني ساعه زمن. الجماعه الحلوانيه في المحلات الكبيره بيسيبوها فتره الليل كله، يعني يسيبوها يوم كامل. خلي بالك لانه فاتح بقى محل حلويات ويدي الشغله بتاعته وكده. انا مش هطول عليك، ممكن تسيبها في الثلاجه الجو حلو تخليها بره مفيش مشكله، ولكن نسيبها ساعه زمن. احنا هنشتغل بيها على طول ان شاء الله وربنا يكرمنا. اهي سيبوني طبعا اخدم عليها كويس كده العجينه اهي، ومش هعمل فيها اي حاجه خالص غير بعد الفاصل. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. صينيه البسبوسه معانا وشفنا مكونات العجينه، تاني ابص عليها عشان نبقى ماشيين في التفاصيل، لان احنا بنجاوب على اسئله كتير اتسالناها خلال الفتره اللي فاتت من خلال السوشيال ميديا ومن خلال التواصل معانا. صينيه البسبوسه تتعامل ازاي؟ التفاصيل معانا مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري. اول ما بتقلبي في العجينه وتلاقي فيها فراغات كده، شفت المسام دي اهو. انا هعلمك حاجه بس تعرف ان العجينه اهي. اخواتي المصورين حبايبي، اخواتي حبايبي، شفت العجينه اهي. شفت؟ لا لا بص، لا بص، شوف شوف شفت تفاصيل. لا هنا في موضوع، في حدوته هنا. بص 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 اهي. انا عايز المنظر ده. اول تاني اهو، تاني اهو 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 ده معناته ان العجينه كده زي الفل. شفت الجو ده؟ هو ده العجينه اهي. زي الفل. هعمل ايه يا شيف؟ اول حاجه بننزل وسط البلد عند مديريه امن القاهره، بحدد اللوكيشن بالظبط اهو، محدش يزعل مني. مديريه امن القاهره، بننزل تحت في محلات بتبيع صواني الالومنيوم ديت بدون ذكر اسمها، دي مخصوصه للكنافه والبسبوسه. ما ينفعش تعملي صينيه بسبوسه في صينيه قد كده، ما ينفعش تعملي صينيه بسبوسه في صينيه التشيز كيك. صينيه البسبوسه وصينيه الكنافه احنا المصريين علمنا العالم كله يعملوها ازاي،
وبياخدوا الصواني دي من عندنا تصدير بره. على فكرة أنا بعرف الكلام ده، صينية بتلاقيها تقيلة محملة وبالحجم ده، وبتلاقيها بالارتفاع ده سنتي بارتفاع كده مع الكيرف اللي احنا شايفينه ده كده، دي مخصصة للبسبوسة وللكنافة، بتلاقي لك صدر كنافة صدر بسبوسة، وتبقى الصينية تقيلة بالشكل ده كده. هناخد الكمية اللي احنا عجناها، ومعانا الطحينة بتاعتنا في أرضية الإيه؟ في أرضية الصينية، ده الطبيعي. طحينة حاطط في أرضية الصينية، ما حطيتش سمنة، عشان عايز الكرملة بتاعت الطحينة مع البسبوسة، مع السكر، مع جوز الهند، اللي هي المكونات بتاعت الإيه؟ العجينة. باخد من الشربات اللي أنا عامله مسبقا، شربات كوبايتين سكر، كوباية مية، سلايز ليمون أو عود قرفة حسب ما أنت عايزة، مع قرفة ناعمة أو مع شوية سوري مع شوية فانيليا، حلو، واخد منهم شوية شربات كده بس، خلاص شوية صغيرين، حلو أوي. بحط إيدي في الشربات ده كده، أحط إيدي في الشربات وآخد العجينة دي كده وأحطها كده ولمس عليها. مش بعمل خالص، احلى كده ما في، ولا بعمل، لو التليفون بتاعك رن امسك التليفون بيدك عادي. تاني. يعني عايز اوصل لحضرتك انك انت لازم معلقه الشربات اللي انا حطيتها دي هي بتنقذك. تاني. ايديا في الشربات وثم البسبوس. اعمل ازاي صينيه بسبوسه يا شيف في البيت؟ الاجابه عملي. تاني. باخد من العجينه واحطين. صينيه متونه طحينه، وشرحت الصينيه دي بتيجي منين. بيجوا الناس الطيبين ياخدوها من عندنا يصدروها بره. رحت انا سافرت العالم كله، مفيش محل حلويات في العالم الا وتلاقي فيه الصواني الالومنيوم بتاعتنا دي، يتعمل فيها البسبوسه والكنافه. شفتوا خير مصر؟ هنا السر بقى. حلو. عايزاها سميكة انت حرة، عايزاها رؤياه انت حرة، زي عجينة البيتزا كده. حتة كده في النص، تمام زي الفل. الشكل ده مش عاجبني، اسويه ازاي؟ وانا واقف. شفت ايدك في الشربات؟ شفت الشقاوة؟ شفت الصينية بتلف في ايدي ازاي؟ ولا صينية هتجيبيها من اي مكان الا ما تلاقي ايه، تبقى زي بتاعتك اللي في ايدك دي كده، الالومنيوم. هم عاملينها لكده، عشان يقف المعلم يحط الكنافة فيها، يلفها على النار. شفت الصوت ده كمان؟ لازم الصوت ده. الصوت ده ما بيطلعش من فراغ، دي صنعة، والصنعة هي في ايد المصريين. الله عليك. تاني. ايدك في الشربات. ايدك في الشربات. حط بقى عين جمل، اهلا وسهلا. حط بندق، اهلا وسهلا. حط لوز، اهلا وسهلا. نعم، لازم شربات يا غالي. بيقول لي ينفع ميه؟ ليه شربات بقى؟ حد يقول لي، عشان ما افسدش الطعم، في السكريات بتاعته. ممكن ميه، بس مش تبقى لطيفه يعني. واسوي فيها كده اهو، وانا بسويها كده اعملها كده الهزه دي كده اهو. وبعد ما تتهنى طحينه، لو الجو حر حطها في الفريزر شويه عشان الطحينه تمسك، ما تفكش منك وتروح في مكان تاني، يعني ما تروحش في مكان من الصينيه تبقى في مكان واحد، تبقى متوزعه بالتساوي. سويت الصينيه كده زي الفل. حط اللي انت حباه بقى، بندق ماشي، لوز ماشي. همسكها دلوقتي يا عم الشيف، امسح اطراف الصينيه، موضوع بسيط خالص. والمعلقات الشربات اللي انا حطيتها على قد الشغل بتاعي، اجيب منديل أأمن على الفرن بتاعك كأنك بتخبزي كيكة. درجة حرارة الفرن عندك لازم تكون 180، نفس درجة حرارة الكيكة. وأمسح الصينية كده وأدلعها من الجناب أهو، شفت لمعت إزاي؟ ألمونيا مصرية. زي الفل. وأخدها وأشوف درجة حرارة الفرن معايا كام. إيه الأخبار؟ حلو أوي. نأمن على الفرن، لسه بتلفي؟ حلوة يا بيضة. مكانها هنا في الفرن، اللهم صل على النبي، في درجة حرارة 180. اتعلمنا ازاي نعمل البسبوسة؟ خدتها زي ما هي اهي، في درجة حرارة الفرن 180 على ارتفاع 5 سنتي من أرضية الفرن، سواء غاز أو كهرباء، بالشكل ده كده.
اقفل يا سمسم، نسيب البسبوسه تستوي مع بعض، الشربات معانا. فاكرين ولا ناسيين معلقه سمنه اللي كانت باقيه معايا من شويه بحطها على الشربات بتاع البسبوسه؟ هو ده السر. عايزه طعم الفانيليا حط فانيليا، عايزه طعم القرفه حط قرفه، عايزه طعم الليمون حط ليمون مع الشربات. معلقه سمنه دي اساسي مع شربات البسبوسه، هتخليها مسخسخه وزي الفل. اهي معانا مين يا فندم؟ بالشكل ده كده. واسيبها على نار هاديه. ليه يا شيف؟ هي البسبوسه بتشرب شربات سخن ولا بارد؟ اساسي شربات سخن، سخن على سخن. نشوف اللحمه مع بعض اخبارها ايه. نبص على اللحمه، ايه الدنيا؟ اكيد استوت، اكيد بقت زي الملبل. باميه بتاعتي كلها، قصدي اللحمه. انزل بالطماطم، ما تجيبوا. ايوه ده هي الصوره، الحته ضاني تعبان عليها. وانزل بصوص طماطم، حلو زي الفل. وايه الاخبار؟ التوابل بتاعتك يا شيف، حط بقى البهارات. الله، اهي غلوه، وانزل بالباميه. الباميه دي مش تاخد وقت كبير، خلي بالك. الباميه اللي هي زي الويكه، ايه الفرق بين الاثنين؟ الويكه طبعا بتتقطع شرايح لو الباميه طازه، وتتفرج بالمفراك. بهاراتك يا عم الشيف. الله اكبر. شويه كمون صغيرين كده، انا بحب كمون مع الباميه، شويه بابريكا حلوين، الملح بتاعنا حلو زي الفل. خلي دايما الملح يعني بالسالب، عشان لو انت عازم حد، حماتك بتزورك، مش بتحب الملح زياده في الاكل، ما قيتهاش، خليها تاكل، افتح لها نفسها، مامتك عندك، وهكذا. لان السن برضو له احترام، خلي بالك. مش معناته انك تاكل الملح زياده ولا جوزك ان احنا نحط، لا خالص، ده مهم جدا. الله عليك، حلو. استاذ رحاب بتفكرني معلقه سكر عشان الحموضه، بس تغلي نحط معلقه سكر عشان الحموضه بتاعه الطماطم، واللي عنده مشكله مع الكولون احنا عارفين معلقه السكر بتعالج مشاكل الحموضه، وخاصه مع عصير الطماطم او مع صوص الطماطم زي البيتزا وخلافه. زي الفل، معانا الباميه جاهزه. انا مش هنزل بالباميه غير لما تاخد غلوه، هغطيها. يلا مع السلامه. تعالوا مع بعض نعمل سلطه لطيفه جميله بسيطه وسهله، اسمها سلطه البطاطس بالفلفل مع زيت الزيتون. السلطه دي بريئه، الاطفال يحبوها، جميله جدا. بتجيب البطاطس كيلو تقريبا يتسلق بالقشره بتاعته، تاني سمعني، يتغسل كويس ويتسلق بالقشره بتاعته. بعد ما بتتسلق بالقشره يا ست الكل، يا امي يا خالتي يا عمتي، بنسيبها لما تبرد ونقشرها، ما تقشرهاش غير لما تبرد عشان ما تتهريش من ايدك. وبعد ما تقشريها وتبرد تقطعها مكعبات بالشكل ده كده. ومعانا بقدونس، ومعانا فلفل الوان، ومعانا بصله ناعمه، فص ثوم محترم، معلقه زيت زيتون، عصره ليمون، معلقه ريحان عندك، تبقى زي الفل. دي مدرسه. مدرسه ثانيه للسلطه دي بسيطه وسهله، عامله في الثلاجه عندك في الديب فريزر مجهزه البيستو صوص اللي هو عباره عن ريحان ولوز وزيت زيتون وثوم. اعملي برطمان حطيه في الثلاجه بتاع مربى قبل كده مع سلطه البطاطس ديت، تبقى سلطه البطاطس بالبيستو صوص، بقيت زي الطلاينه، يفطروا بيها ويتغدوا بيها ويتعشوا بيها. تاني قول يا شيف، برطمان بتاع مربى مسبقا، بتجيبي عين جمع، بتجيبي ريحان اخضر زرعاه في البلكونه او زرعاه في الجنينه او بتشتريه من عند الفكهاني، تاخدي ورق الريحان تحطيه في الكبه مع توم مع شويه عين جمل، وتبقى انت كده اكرمتينا، وشويه زيت زيتون، وتضربهم في قلب الكبه، يطلع لك معجون لونه اخضر، ده اخضر، الذهب الاخضر بيسموه. حطيه برطمان واقفليه مع بطاطس زي دي كده مستعجله، حطيها وقلبيها بألف انا وشفا. اسمها سلطه البطاطا بالبيستو صوص، بقيت زي الطلاينه. حلو الكلام. انا هعملها النهارده بطريقه مصريه، بقدونس فلفل الوان مع بعضيهم. هنجيب البلانشه بتاعتنا ونبدا نقطع الفلفله مع بقدونس، عايزاها بالكزبره. اهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. دايما لما تيجي تعملي اكله خلي ليكي مخارج. احنا يعني بنمشي على الطريق الصحراوي بتاعنا، بسم الله ما شاء الله، عندنا شبكه طرق بننافس بيها العالم كله. بصراحه انا اللي بشوف الكلام ده، اكون رايح العاصمه الاداريه، رايح مدينه بدر، بشوف شبكه طرق مش موجوده في اي مكان في الدنيا بصراحه ربنا. بنشكر كل القائمين على هذا العمل الجميل بصراحه من قبل الدوله للامانه. يعني بتلاقي في مخارج،
مخرج مش عارف تطلع منين، ترجعك مكان ما انت عايز ترجع. يعني مش بتقول انا خلاص كده هتني ماشي ساعتين، لا خالص، بعد شويه بتلاقي مخرج. فانا دايما لما بعمل الاكله بلاقي لها مخرج، يعني انا مش عايزها بالفلفل فلقيت لك مخرج صلصه البيستو، طب مش عايزاها بالبيستو يا شيف اعملها بالايه؟ تعملها بالثوم والنعناع، تعملها بالزبادي، وهكذا. دي المخارج اللي بتكلم عليها، ده سبب ان انا ايه بتكلم. حلو الكلام. هناخد البقدونس الناعم على الشكل، على البطاطس كده بنحطه معانا، فص ثوم ناعم معانا، زيت زيتون خامة حلوة عشان هناكله عني. لا ما تقلقش البامية بتستوي، بص عليها اهي، عايز تشوفها اهو. لا نحط البامية، معاك حق والله، الله عليك يا شفيق. بقول لي زمان الطماطم بتغلي، ايه رايك تنزل بالبامية؟ عايش معايا الحكاية. اه ده زيت زيتون نزل عليها، حلو اهو. شفت البامية ناس ده بتزغرط ازاي؟ تتكلم مصر، بامية مصرية أصيلة اهي. تقولي لي بقى ده موجودة في أي مكان؟ أبدا. أدي الأكلة اللي واخدة التوقيع والشعار المصري، طاجن بامية باللحمة الضاني، علمنا الدنيا كلها عليه. اهو بنقلبها. لا ده اللحمة استوت، الكلام ده تشوفه لما ترجع من الكنترول. انت ممكن تقعد في البيت ساعتين، تاخد لك قيلولة، تنام شوية، تصحى الساعة 6 7 تاكل الطاجن. لا مع الشيف المغازل مفيش الكلام ده يا غالي، انسى. والبامية لونها أخضر، حد يقول لي بقى البامية لونها أخضر ليه؟ مش هيسود ليه؟ محدش جاوب على السؤال ده خالص. جاوبوني بقى. عايز اسمع اجابه واضحه، الباميه لونها اخضر ليه في قلب صوص الطماطم؟ ومش هتسود منك ليه يا شيف؟ احنا الباميه بنطبخها بنلاقيها اسودت، بتبقى زيها زي اللحمه. هنا الخضار باين واللحمه بلونها وكل حاجه بلونها، ليه؟ علل ولماذا؟ كان زمان في الثانويه العامه يجيبوا لنا السؤال، ولا علل ولماذا؟ تلاقي الاجابه اكتب لها ثلاث اربع صفحات. علل ولماذا في كلمه واحده. رشه الملح على صوص الطماطم وهو بيغلي. اي ملح ترشيه على ميه بتغلي مع صوص طماطم بيغلي، بيساعد على خضار اللون ونضاره اللون، سواء بروكلي سواء سبارخ سواء باميه. معانا مين يا فند؟ اه نسيبها تغلي على النار. حلو قوي. طيب نغلي على النار نغطيها. هناخد بعدين نطلع فاصل صغير ونرجع لبسبوسه بطريقه بسيطه وسهله، طاجن باميه بيتكلم مصر في قلب الحله، سلطه لطيفه حلوه للاطفال. اوعى تروحوا بعيد، تابعونا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، معايا شويه فلفل الوان فرحان بيهم، وهي مهاره طهويه زي ما بيقولوا. عايزه تقطعيهم بعيد عن الكبه، مش كل يوم نضرب الفلفل في الكبه، الميه تروح في ناحيه والفلفل يروح في ناحيه. بتفتحيهم بالشكل ده كده، بتشيل البذر بترصهم فوق بعض كده، كانك بترص مثلا يعني ايه حاجه فوق بعضيها، مثلا خضار، سبانخ، خس، تقطعهم بالشكل ده كده. المسمى العلمي بتاعها والطهوي جوليان، مالناش دعوه بكلمه جوليان دي، يعني شرايح. اه شفتي؟ اه ما احنا معانا ده وده، اللي عايز يتفلسف نفلسف، نتكلم بقى بالبلدي. اه شرايح. حلو. السكينه تشتغل عليهم كده زي الفل. التقطيعه دي مهمه جدا، بتناسب الطبق بتاعي، عايزه تقطعيها كاريهات صغيره يعني مكعبات صغيرة. أهلا وسهلا. حلوة. أنا شخصيا بحب الفلفل بشخصيته، يعني إيه التقطيعة الحلوة اللي أنا قطعتها دي، بس البطاطس بتقطع مكعبات، فأنا أجي أعدله بالطول كده وأمسح له بالسكينة كده. دي طريقة سهلة للتقطيع. أنت برضو لازم تبقى السكينة في إيدك أنت مسيطرة عليها، زي ما مسيطرة على مطبخك كده بخبرتك الطهوية وحبك للمطبخ، ماسكة سكينة في إيدك تبقى مسيطرة عليها. زي ما انا شغال كده. قطع الفلفل بالوانه الحلوه، معانا مخرج عينه حلوه بيحب الالوان دي، فعشان كده جايب له الفلفل بالوان. معانا البطاطس حطينا عليها بقدونس، بناخد الفلفل ده ننزله كده، الموضوع هيختلف هنا. ونقلبها كويس زي الفل. سلطه تغيير، انا بحب البصل الاحمر ده كده، قطع جوليان بيبقى رفيع قوي على فكره، بيبقى طعمه مع السلطه لطيف وحلو، ما بنحسش ان هو بصل، لان بيبقى فيه طعم السكريات حلو قوي على فكره. اهو بالشكل ده كده، بس اوعى تحطيه زي ما هو كده. بعد التقطيعه الحلوه دي كده تفركيه بايدك كده بشويه ملح صغيرين وتنزلي بيهم على البطاطس. حلو قوي.
طبعا احنا وقتنا شغالين عايزين نشوف حاجه. عندي الباميه بتستوي على النار، انا عايزك في المطبخ كده اهي، شوف الباميه وجمالها ودلعها، تتكلم مصر اهي، الله على الريحه الحلوه. هسيبها اهو، هشيل الغطا خالص اهو. معانا بسبوسه في قلب الفرن، في قلب الفرن. ايه الاخبار؟ تبص عليها بصه كده قبل ما نطلعها، ايه رايك؟ العب اهي اهي، صينيه بسبوسه بتتكلم مصري، واللي بنى مصر في الاصل حلواني. اه شفت الحمار والدلع واللون والجمال جه منين يا مغازي؟ الحمار والدلع ده بقى حد يقول لي، بقى حد من المتصلين يقول لي. اه هقفلها تاني لسه. اه الباميه الخضار ده انا قلت طبعا ان احنا حطينا معلقه ملح على صوص الطماطم قبل وهي بتغلي. ليه يا شيف؟ عشان وجود الملح مع ماء بيغلي او مع طماطم بيساعد على خضار اللون بتاع الخضره بتاعتي، سواء باميه او سبانخ او بروكلي. معلقه السكر اللي انا حطيتها على معلقه الملح اللي حطيتها على البصله دي مهمه جدا. اه بالشكل ده كده. طبعا هناكل بصل يا شيف، وازاي واقعد في وسط ولادي ازاي، وده كلام، وجوزي راجع من اجازه، ما تزعليش. معاك الشيف المغازي، رشه نعناع يابس. اه النعناع اليابس ده يا شيف بيشيل طعم البصل والثوم من البق، خلي بالك. اه نفركها مع البصل بقى، بصله بالنعناع مش هتحس بطعم البصل خالص. اه بناخدها زي ما هي كده ونسقطها هنا. بقت سلطه هرم فيها كل حاجه. اه ناخدها كده ونقلبها عشان عايزين نغرف الاكل بتاعنا. اه بايدي. اه شفت السلطه شكلها حلو ازاي؟ قطعه البطاطس علشان غنيه بالنشويات الجميله الحلوه، وانا ساليها بالقشره بتاعتها، بدات تلقط الخضره وجمال الخضره بلونها واحنا شغالين كده. هو دي الحلاوه هنا بقى، شفت الجمال؟ هو ده. لو انت سلق البطاطس دي بعد ما تقشريها وتسلويها طبعا الموضوع هيختلف، هتلاقيها افتقدت النشويات بتاعتها وما بقتش حلوه معاك. تعالوا نغرف البطاطس بتاعتي. فكرني بالبسبوسه عشان الشربات جاهز. ادي السلطه هنا، اللهم صل على النبي. اه 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 ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ ايه الجمال ده؟ آه. شفت اللون والالوان وجمال اللون وتنسيق الالوان؟ عادي، عندك شوية سلامي قطعيهم معاها، عندك صدر فرخة حلو قطعيه معاها. اه عندك شوية تونة، أنا عارف سامعك كنت بتتكلمي تعمليها بالتونة، أنت بقيت أحسن مني وأغنى مني. اه بس طبعا التونة ما تناسبش الأكل بتاعنا دلوقتي، يعني أنا عاملها كده علشان دي السفرة بتاعت النهاردة، فيها بامية وفيها رز بشعرية وفيها صينية بسبوسة، التونة هنا ملهاش مكان بينا. اه السلطة دي لطيفة قوي على فكرة، مش محتاجة أي جرنش ولا أي برزنتيشن خالص خالص. اه النعناع فين يا شباب؟ اه أنا خدت زي ما هي كده. لو جوزك قاعد على السفرة بيحب الحار، يلاقي أرض فلفل حار، اللهم صل على النبي. دي مكانها هنا كده جنب الرز، حلو قوي. نشيل الحاجة دي من هنا ونوسع علشان عندنا شغل تاني، اللهم صل على النبي، ونروق على الكاونتر بتاعنا عشان عندي طشة عايز أعملها اسمها طشة البامية مش طشة الفتة. إيه طشة البامية يا مغازي؟ كزبرة خضراء، تومة، عصرة ليمون. كزبرة خضراء، تومة، عصرة ليمون، ممكن تحط كزبرة ناشفة زي ما أنت عايزة. طاسة على النار، وأستعين بمعلقة سمنة مش زيت. أه وأسيب السمنة تسيح، حلو أوي. واشوف البسبوسه بتاعت اللطيفه الجميله، اطلعها من الفرن. يلا احلى بسبوسه واحلى صينيه بسبوسه للساده المشاهدين، صورني معاها سيلفي يا شفيق. اهي حاضر يا فندم. اه يا مسهل الحال يا رب. حلو، ناخد الشربات بتاعنا يسقط على البسبوسه. ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ سبع الصوت ده، سامع الصوت ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ اه واحده واحده. اه اه شربات البسبوسه ينزل سخن. اه اه واسيبها، سيبها خالص، بعد شويه مش هتلاقي اثر للشربات ده، خلي بالك ما تقلقيش.
بعد دقائق معدودة هتعد لغاية 10 واحنا مع بعض. اهو صينية بسبوسة بالجوز الهند مش بالمكسرات، اهو زي الفل. طاجن البامية اخباره ايه؟ السمنة اتقدحت، فين التومة يا عم الشيف؟ اللهم صل على النبي. حلو قوي، شفت التومة دي كده؟ كزبرة خضراء اهي. يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل، اه الله على الريحة الحلوة. كزبرة خضراء وتومة، معانا شوية كزبرة ناشفة زي الفل اهي. اهي عصرة ليمون، الله عليك، هي دي الطشة، طشة البامية اهي. ونقلبهم على فين؟ على فين حد يقول لي؟ على فين حد يقول لي وعشق التوابل؟ على البامية اهي، شايف الريحة الحلوة دي اهو، هو ده. يا ويلي، هنا هنا يا ابن الحلال. لا البامية هنا بقول لك تاكليني منين يا بطة؟ الله، اللهم صل على النبي. سيبها تاخد غلوة بقى مع الطشة دي كده ونغرفها مع بعض، عشان وقتنا ايه قرب يخلص. ولا خلص؟ حاضر يا فندم. ادي البامية بتاعتي، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تستاهل الطبق الحلو ده. الغالي للغالي، أكلة حلوة مكلفة، هبرة حلوة، لازم نغرفها في طاجن حلو. اللهم صل على النبي. تحب أغرف كده ولا أعمل إيه؟ قول لي. ولا أشيل الحلة؟ حابب إيه؟ قول لي بس. كده؟ حبيبي، حبيب قلبي. الله على الريحة. ريحة الطشة، الكزبرة الخضراء مع التومة مع تسوية اللحمة الضاني، وتعرفي اللحمة الضاني حلوة من إيه يا شيف؟ من الريحة بتاعتها، العلفة بتاعت الخروف، كان بياكل إيه؟ خلي بالك، ليه بنشتري اللحمة من الصعيد والريف المصري الحلو؟ عشان في الصعيد وفي الريف المصري المزارع بتاعت الخرفان بياكلوا علفة، بياكلوا خضرة، فبتلاقي اللحم ده بينعكس على طعم اللحمة، خلي بالك. يقول لك الخروف ده جايبوه مثلا او اللحم ده جاي من الصعيد، هنا بقى الفرق. عينيا يا فندم. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ حالا يا فندم. طبق بس اروق عليه كده عشان طاجن الباميه هنا. انا بعشق اللحمه اللي متغلفه بالباميه وهي مستويه. يا فندم. شيل دي كده، حاضر يا فندم. ايه ده؟ ايه الجمال والحلاوه دي؟ ايه الجمال والحلاوه دي؟ عايزه شويه شربات تاني. شيلها بقى من هنا كده، هي بردت خلي بالكم. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان عايز الفه، عشان انا طالع كده نشوف البسبوسه وهي بتلف. زي الفل، حط عليها الشربات ده كده. شفت البسبوسه اهي، تاخد لمعه كده. احلى صينيه بسبوسه معموله على الروقان، لازم تاخدي وقتك فيها متقلقيش بالشربات ده. البسبوسه هتشربها، لازم البسبوسه تبقى مسخسخه على روحها بالشربات، وطبيعي ان الشربات لما ينزل سخن مخلوط بسمنه بلدي بيدي اللمعه. ايه الحلاوه دي؟ ده ما كنتش اعرف الصينيه تطلع معايا حلوه كده. هي قرف الحمد لله. طاجن باميه باللحمه الضاني، عدل ورز بالشعريه، سلطه بطاطس حلوه بهديها للاطفال الحلو الامامير اللي بيحبوا الشيف المغازي، صينيه بسبوسه حلوه تقعد عندك في البيت تاكلي حماتك واولادك واسرتك الحلوين وضيوفك، ما تشتريش دسه جاتوه وجوزك راجع من الشغل. منين يا عم الشيف؟ من ماسبيرو. ♪